هلو هلو حبايبي الحلوين KG2. يلا مع بعض النهاردة هناخد lessons 3 and 4 in the second unit اللي هو unit 6 in the second term connect plus. okay, let's go to know our lessons today. Let's play outside. يعني يلا نلعب في الخارج كده. بره في الخارج هقول outside. اوكي يعني ايه شوت الكوره؟ كيك. اوكي طيب لما بتشوت الكوره ساعات بتعمل ايه؟ بتحرز هدف. تحرز دي او تجيب هدف يعني score. طب هدف goal. score a goal. score يعني يجيب الهدف والجول نفسه اسمه goal. لاعب كرة القدم هقول عليه football player. الفريق اسمه team. حارس المرمى اسمه goalie. okay, and that's it for our lessons today. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. ما تنسيش لايك شير سبسكرايب and wait me for the next video, inshallah. Bye bye.